إحباط عملية تهريب ملايين حبوب الكبتاجون عبر ميناء جدة للمرة الثانية في المملكة خلال شهر، والقبض على شبكة تهريب من 6 أشخاص، فكيف أخفوها وما سر تزايد هذا النوع من العمليات خلال الفترة الماضية؟ يبدو أن محاولات تهريب الممنوعات إلى المملكة العربية السعودية في تصاعد غريب، حيث كشفت السلطات عن محاولة ثانية لتهريب ملايين حبوب الكبتاجون خلال شهر واحد. في عملية نوعية تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر الميناء. وفي تفاصيل العملية، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة ضمن الإرسالية. وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعدتهم 6 أشخاص. وفي بيان لها، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وضمان أمن المجتمع وحمايته من هذه الأفات، عمليتان خلال شهر. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط كميات كبيرة من الكبتاجون خلال فترة قصيرة، إذ كانت قد تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب 1,225,200 حبة كبتاجون عبر منفذ حالة عمار في 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، حيث عثر على كمية مخبأة بعناية داخل إرسالية واردة إلى المملكة. وأوضح بيان الهيئة أن الإرسالية كانت عبارة عن عجانة رخامية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية تم الكشف عن الحبوب باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية المتطورة مثل أجهزة الأشعة السينية والكاميرات الحرارية. بعد عملية الضبط جري التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أسفر عن القبض على شخصين كانا مستعدين لاستلام المضبوطات داخل المملكة، حيث تم تحديد هويتهما ومكان تواجدهما في وقت قياسي. وأكدت الهيئة التزامها القوي بتعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، مشيرة إلى التعاون المستمر مع المديرية العامة لمكافحة تهريب المخدرات وضمان أمن المجتمع. ولفتت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بجرائم التهريب والتجارة غير المشروعة، وخصوصا في ظل تزايد محاولات التهريب عبر الحدود. ودعت الهيئة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الرقم المخصوص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني، حيث تكفل السرية التامة للمبلغين مع تقديم مكافآت مالية للمعلومات الصحيحة.